السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة استكمال لأسعار السيارات الـ SUV في مصر، وبرضه هقول تاني مش هتلاقيه في أي مكان تاني. عملت فيديو أكتر 5 عربيات SUV مبيعا في مصر، هتلاقيه اللينك هنا، وفيديو تاني أرخص عربيات SUV في مصر، هتلاقي اللينك بتاعها هنا، ومقارنة ما بين السيارات الـ SUV من سعر 200 إلى 250 ألف جنيه، وهتلاقي اللينك بتاعه برضو هنا. وطبعا ده استكمالا لسلسلة فيديوهات أفضل عربيات SUV في السوق المصري، وقسمتهم حسب الفئة السعرية، لأن ما ينفعش أقول لكم أفضل عربية SUV في العموم، لأنها طبعا هتبقى أغلى واحدة، لكن أنا قسمتهم حسب السعر، وبدأت بالأرخص من 200 ل 250 ألف، وده الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن السعر من 251 ألف إلى 300 ألف جنيه. لكن زي ما تعودنا هنعمل المقارنة في كل فئة سعرية بين العربيات الـ SUV، ولو كان التفاعل مع الفيديو كويس يعني لايك وشير، هكمل باقي المقارنات إن شاء الله اللي هتبقى في كل حاجة، مواتير ونواقل الحركة وإمكانيات اعتمادية واقتصادية وكماليات وقطع غيار، وكمان هندخل السعر في الآخر. هرتب العربيات حسب درجاتها عشان نعرف مين أفضل اللي هي في المركز الأول، ومين الأسوأ اللي هي هتبقى في المركز الأخير. الناس اللي مش بتحب الصيني هرتب لهم القائمة دي تاني بعد خصم 30% من درجة العربيات الصيني، وهقول مين في المركز الأول ومين في المركز الأخير. طبعا الدرجات وطريقة الحساب شرحتها في فيديو قبل كده، وهتلاقي اللينك بتاعه هنا، مش هقولها تاني علشان الفيديو ما يطولش لان الناس بتزهق. نبدأ على بركة الله. زي ما قلنا ده الجزء الثاني، والمقارنة هتكون بين 7 عربيات في الفئة السعرية بتاعتنا اللي هي من 251 ألف ل 300 ألف جنيه. المقارنة بتاعتنا هتكون بين الصينية MG ZS موديل 2020، ودي نازلة بثلاث فئات، 255 ألف للفئة الأولى اللي هي الكلاسيك، 270 ألف للفئة الثانية الكومفورت، 288 ألف للفئة الثالثة اللاكشري. طبعا زي ما دايما بنعمل احنا بندخل أعلى فئة في المقارنة علشان تاخد أعلى درجات وما نظلمش العربية. يعني في المقارنة دي هندخل الفئة الثالثة لاكشري بسعر 288 ألف. تاني عربية معانا في المقارنة الصينية BYD S5، ودي موديل 2020، نازلة فئة واحدة بسعر 285 ألف جنيه. ثالث عربية الصينية JAK S4 موديل 2021 بسعر 279 ألف جنيه. العربية الرابعة في المقارنة هي الصينية شيريتيجو 7 موديل 2021، ودي نازلة بفئتين، الفئة الأولى منها بيز لاين بسعر 273 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 297 ألف جنيه، وطبعا هتدخل معانا الفئة العالية اللي هي 297 ألف. خامس عربية في المقارنة هي الصينية FAW X40 موديل 2019، ودي برضو نازلة بفئتين، الفئة الأولى لاكشري بسعر 275 ألف جنيه، والفئة الثانية بريميوم بسعر 285 ألف جنيه، وهي اللي هتخش معانا المعركة. سادس عربية في المقارنة هي الفرنسية سيتروين C3 Air Cross وموديل 2020، ودي نازلة بفئة واحدة بسعر 280 ألف جنيه. سابع عربية هي الأمريكية فورد إيكو سبورت موديل 2019، ودي نازلة بفئتين، الفئة الأولى بيز بسعر 270 ألف، الفئة الثانية ترند بسعر 290 ألف، وطبعا الثانية هي اللي داخلة معانا في المعركة. هقول نفس الكلام بتاع كل فيديو عشان التعليقات اللي بتجيني دي، مش دعوة للشراء، ومش معنى ان انا بستعرض عربيات صيني ان انا مقتنع بيها ولا انها الافضل، لكن هي داخلة معانا في المقارنة لانها في الفئة السعرية اللي بنتكلم عليها، وفي ناس بتحب تشتري الصيني. انا ما عنديش معرض ولا هستفيد انك تشتري نوع معين، ولا هخسر حاجة لو ما اشتريتش خالص. القناة ملهاش راعي، والعربيات اللي انا بصورها في المعارض بصورها ببلاش لمجرد ان انا اقدم لكم معلومة تستفيدوا منها. وعربيتي الحمد لله دايو ليجانزا موديل 2002، بحبها ومش بفكر اغيرها. نبدأ بقى في المقارنة بتاعتنا، والبداية بالمواصفات والمحرك. ترتيب العربيات MG ZS اول واحدة، بعدها BYD S5، JAK S4، شيريتيجو 7، FAW X40،
سيتروين اير كروس سي 3 فورد ايكو سبورت. اول حاجه معانا هي سعه المحرك. سعه المحرك في الام جي 1500، البي واي دي 1497 سي سي، جاك اس 4 1499 سي سي، شيري تيجو 7 1498 سي سي، فاو اكس 40 1600 سي سي، سيتروين سي 3 اير كروس 1199 سي سي، الفورد ايكو سبورت 998 سي سي. ناقل الحركه في كل العربيات اوتوماتيك. عدد النقلات بالنسبه للام جي زد اس 4 نقلات، بي واي دي اس 5 6 نقلات، جاك اس 4 سي في تي ملهاش نقلات، شيري تيجو 7 6 نقلات، فاو اكس 40 6 نقلات، سيتروين اير كروس 6 نقلات، الفورد ايكو سبورت 6 نقلات. 4 سلندر في كل العربيات ما عدا الفورد ايكو سبورت 3 سلندر، فطبعا خدت درجه صفر والباقيين كلهم خدوا الدرجه. عدد الصبابات 16 في كل العربيات ما عدا الفورد ايكو سبورت 12 صباب، عشان كده طبعا خدت صفر والباقي كله خد الدرجه الاعلى. حقن الوقود بالنسبه للعربيات كلها الكتروني. نبدا بقى نخش على المهم، العزم الاقصى، وده بيتقاس بالنيوتن متر. ولازم طبعا نشوف عدد اللفات علشان نعرف عزم الموتور قد ايه، وهل بيوصل للعزم الاقصى في عدد لفات اقل يبقى الموتور قوي، ولا في عدد لفات اعلى يبقى الموتور تعبان. والتقييم بيتم على هذا الاساس، والدرجات هتشوفوها قدام حضراتكم. بالنسبه للام جي زد اس 150 نيوتن متر عند 4500 لفه في الدقيقه، ودي اقل حاجه عندنا عشان كده خدت الصفر. وبعد كده العربيات الاعلى منها، البي واي دي اس 5 240 نيوتن متر عند 3500 لفه، الجاك اس 4 210 نيوتن متر عند 4500 لفه، شيري تيجو 7 210 نيوتن متر عند 4000 لفه، الفاو اكس 40 155 نيوتن متر عند 3600 لفه، سيتروين اير كروس سي 3 205 نيوتن متر عند 1500 لفه، الفورد ايكو سبورت مع انها 3 سلندر والسي سي بتاعها قليل ولكن 170 نيوتن متر عند 4500 لفه. قدره المحرك دي حاجه مهمه جدا. بالنسبه لام جي زد اس 123 حصان عند 6000 لفه، بي واي دي اس 5 156 حصان عند 5200 لفه، جاك اس 4 147 حصان عند 5500 لفه، شيري تيجو 7 145 حصان عند 5500 لفه، فاو اكس 40 114 حصان عند 5000 لفه، سيتروين اير كروس 110 حصان عند 5500 لفه ودي اقلهم للاسف، فورد ايكو سبورت 123 حصان عند 6000 لفه. التسارع من 0 ل 100 كيلو، وده طبعا بيعتمد على كل القرايات اللي فاتت، بيعتمد على القدره وبيعتمد على العزم. بالنسبه للتسارع ام جي زد اس 11.5 ثانيه، بي واي دي اس 5 12.7 ودي اقل عربيه فيهم عشان كده خدت صفر، جاك اس 4 10.8 ثانيه، شيري تيجو 7 11.6 ثانيه، الفاو اكس 40 11.2 ثانيه، سيتروين اير كروس 11.8، الفورد ايكو سبورت 11.6 ثانيه. نوع الجر امامي في كل العربيات، عدد المقاعد 5 في كل العربيات. نخش بقى في متوسط استهلاك الوقود، وده برضو معتمد على كل القرايات اللي فاتت. ام جي زد اس 6.3 لتر بتستهلكهم لما بتقطع مسافه 100 كيلو متر، البي واي دي اس 5 7.4 لتر، جاك اس 4 5.6 لتر، شيري تيجو 7 7.4 لتر، عشان كده دي اقل واحده فيهم واخده صفر، الفاو اكس 40 6.5 لتر، السيتروين اير كروس سي 3 5.4 لتر، الفورد ايكو سبورت 5.8 لتر بنزين عند قطع مسافه 100 كيلو متر. سعه خزان الوقود طبعا ده معتمد على متوسط استهلاك الوقود. بالنسبه للام جي زد اس 48 لتر، البي واي دي اس 5 66 لتر، جاك اس 4 50 لتر، شيري تيجو 7 57 لتر، الفاو اكس 40 50 لتر. اقل عربيه فيهم هي ستروين اير كروس سي 3 45 لتر ودي واخده صفر، الفورد ايكو سبورت 52 لتر. الارتفاع عن الارض دي حاجه مهمه للي عايز يشتري عربيه اس يو في، كلنا اصلا بنشتري الاس يو في عشان ارتفاع عن الارض. بالنسبه للعربيه الام جي زد اس 18 سم، البي واي دي اس 5 19 سم، الجاك اس 4 20 سم، شيري تيجو 7 مميزه جدا 21 سم،
الفاو اكس 40 18 سنتي، سيتروين اير كروس سي 3 17 سنتي ودي اقلهم عشان كده واخده صفر، الفورد ايكو سبورت 19 سنتي. السرعه القصوى ودي حاجه مش مهمه قوي ولكن داخله معانا في المقارنه برضو، الام جي 170 كيلومتر ساعة اقصى سرعة، بي واي دي 180 كيلومتر ساعة، جاك اس 4 170 كيلومتر، شيري تيجو 7 190، الفاو اكس 40 169 كيلومتر، سيتروين سي 3 187، الفورد ايكو سبورت 180 كيلومتر ساعة. العربية نازلة بوسائد هوائية للسائق والراكب الامامي كلهم، الكراسي الكهرباء مش موجوده غير في جاك اس 4 وشيري تيجو 7 والام جي زد اس، ومش موجوده في باقي العربيات. الفرامل اي بي اس مانع للانغلاق موجوده في كل العربيات الحمد لله. توزيع الكتروني للفرامل اي بي دي موجود في كل العربيات. برنامج التوازن الالكتروني الاي اس بي ودي حاجه مهمه للعربيات الاس يو في، ده موجود في كل العربيات ما عدا الفورد ايكو سبورت عشان كده واخده صفر، وده طبعا نظام، فالنظام طبعا بنحط له 100 درجه. نظام تنبيه ضد السرقه موجود في الام جي زد اس وفي البي واي دي اس 5، ومش موجود في الجاك اس 4، موجود في شيري تيجو 7، مش موجود في الفاو اكس 40، ومش موجود في السيتروين سي 3، وموجود في الفورد ايكو سبورت. نظام ايموبلايزر ضد السرقه موجود فيهم كلهم. بالنسبه للجنوط الرياضيه موجوده فيهم كلهم، جنوط رياضيه، مقاس الجنط مدخلينه في المقارنه برضو. بالنسبه للام جي 17، بي واي دي 17، جاك اس 4 17 بوصه، شيري تيجو 18 بوصه مميزه جدا ده اللي معليها عن الارض، فاو اكس 40 17 بوصه، سيتروين سي 3 اير كروس والفورد ايكو سبورت الاثنين 16 بوصه والاثنين واخدين صفر. فوانيس الضباب الاماميه والخلفيه موجوده في كل العربيات، مساحات خلفيه موجوده في كل العربيات. بالنسبه للمرايات الجانبيه الكهرباء موجوده في كل العربيات. طيب المرايات الجانبيه كهربيا دي ميزه كويسه جدا وموجود في الام جي زد اس وفي الجاك اس 4 ومش موجود في باقي العربيات. الاشارات اللي في المرايات الجانبيه دي حاجه مهمه وموجوده في كل العربيات ما عدا سيتروين سي 3 اير كروس. اضاءه المصابيح زينون ده موجود في الام جي زد اس ومش موجود في باقي العربيات. مساحات للمصابيح الأمامية ده مش موجود في كل العربيات. المصابيح الأمامية حساسة للإضاءة، يعني وانت داخل نفق مثلا او حتة ضلمة الفوانيس او المصابيح بتشتغل لوحدها. ده موجود في العربية جاك اس 4 والسيتروين سي 3 اير كروس ومش موجود في باقي العربيات. تحكم في المصابيح الأمامية ودي حاجة مهمة جدا موجودة في كل العربيات. وطبعا احنا ملاحظين الحاجة اللي موجودة في كل العربيات بنديها صفر برضو لانها مش بتميز عربية عن التانية، ودي مقارنة يعني احنا عايزين حاجة تميز عربية عن التانية. اضاءة المصابيح الامامية ليد موجودة في كل العربيات ما عدا الفاو اكس 40. اضاءة المصابيح الخلفية ليد مش موجودة في كل العربيات ما عدا السيتروين سي 3 اير كروس. سبويلر خلفي ده مش موجود في الام جي زد اس، موجود في البي واي دي والجاك اس 4، مش موجود في الشيري تيجو، مش موجود في الفاو اكس 40، ولكن موجود في السيتروين سي 3 ومش موجود في ايكو سبورت. النظام الذكي لركن السياره ده مش نظام آلي للركن، لا ده مجرد نظام بيسهل عليك ركن السياره. حساسات وحاجات زي كده بتقول لك انت راكن صح ولا هتخبط ولا لسه. ده موجود في كل العربيات. النظام الصوتي سماعات موجوده في كل العربيات. بالنسبه لمشغل الاقراص المدمجه هتلاقي في الام جي زد اس سي دي، اما باقي العربيات كلها هتلاقي فيها ام بي 3 دي في دي. المداخل اللي بتخش على مشغل الاقراص، مدخل الاي او اكس ده موجود في كل العربيات ما عدا الفورد ايكو سبورت والسيتروين اير كروس والفاو اكس 40. مدخل اليو اس بي موجود في كل العربيات. البلوتوث موجود في كل العربيات. مساند الرأس الأمامية والخلفية موجودة في كل العربيات. إزاز الكهرباء الأمامي والخلفي دي حاجة طبعا مهمة جدا موجودة في كل العربيات. التحكم في الزجاج بلمسة واحدة دي حاجة كويسة وأوبشن مهم، ده موجود في كل العربيات ما عدا الام جي زد اس. التحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب وده موجود في كل العربيات ما عدا الفورد ايكو سبورت، مش فاهم ليه.
التحكم في ارتفاع كرسي السائق موجود في كل العربيات ما عدا الشيري تيجو 7. الفرش الجلد موجود في كل العربيات ما عدا الشيري تيجو 7 وسيتروين سي 3 اير كروس وفورد ايكو سبورت. نظام زر تشغيل وايقاف المحرك ده موجود في كل العربيات ما عدا العربيه البي واي دي اس 5. فتحه السقف مش موجوده في الام جي ومش موجوده في البي واي دي اس 5 ولكن موجوده في جاك اس 4، مش موجوده في شيري تيجو 7، موجوده في اكس 40، مش موجوده في سيتروين سي 3 ومش موجوده في فورد ايكو سبورت. فتحه سقف كهرباء نفس الكلام، موجوده في الفاو اكس 40 وفي جاك اس 4 فقط. بالنسبه للكاميرا الخلفيه موجوده في الام جي ومش موجوده في البي واي دي، موجوده في الجاك اس 4 ومش موجوده في شيري تيجو 7 وموجوده في الفاو وفي ستروين اير كروس ومش موجوده في فورد ايكو سبورت. كمبيوتر الرحلات ده موجود طبعا في كل العربيات عشان رخيص. عجله قياده الكتروني في الام جي وفي باقي العربيات ما عدا البي واي دي. نوع عجله القياده هيدروليك في البي واي دي اس 5 والكتروني في باقي العربيات. طبعا الكتروني افضل فهو اللي بياخد الدرجه. التحكم الصوتي من عجلة القيادة موجود في كل العربيات. مثبت السرعة ودي حاجة مهمة جدا موجودة في كل العربيات ما عدا الفورد ايكو سبورت. عجلة القيادة من الجلد ده اوبشن مش مهم ولكن موجود في البي واي دي اس 5، موجود في الشيري تيجو 7 وموجود في الايكو سبورت فورد. نقل الحركة من الجلد نفس الكلام برضو اوبشن يعني اوفر شوية لكن الحمد لله مش موجود فيهم كلهم. أماكن تخزين في الأبواب الأمامية والخلفية موجودة فيهم كلهم. إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية طبعا كلنا بنجيب الـ SUV علشان الموضوع ده موجودة فيهم كلهم. قفل مركزي للأبواب ودي حاجة موجودة في كل العربيات. صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة ده موجود في كل العربيات ما عدا البي واي دي اس 5 مش فاهم ليه. درج تخزين امامي موجود في كل العربيات. مخرج كهرباء امامي ده موجود في ام جي زد اس ومش موجود في بي واي دي، موجود في جاك اس 4 وموجود في شيري تيجو 7، مش موجود في اكس 40، مش موجود في ستروين وموجود في فورد ايكو سبورت. مخرج كهرباء في الشنطه الخلفيه ده موجود في الام جي وموجود في جاك اس 4، موجود في شيري تيجو. النور في الشنطة الخلفية موجود في كله الحمد لله. بالنسبة لمساحات الزجاج الأمامية الحساسة للأمطار طبعا دي ميزة هنا في مصر مش هنستخدمها ولا هتشتغل كتير وخصوصا ان احنا ما عندناش مطر. هي الميزة ان لما الدنيا بتمطر على الإزاز سنسور بيحس بالرطوبة فبيحرك المساحات، وطبعا كتر السنسورات في العربية دي مش حاجة كويسة خصوصا السنسورز الغير مستخدمة كتير. بالنسبة للمساحات هتلاقيها موجودة في MGZS. حزام الأمان الخلفي موجود في كل العربيات. مساحة الشنطة الخلفية باللتر أقل عربية فيهم هي الفورد إيكو سبورت 310 لتر عشان كده خدت صفر. بعد كده MGZS 448 لتر، BYD S5 340 لتر، جاك اس 4 510 لتر، شيري تيجو 7 414 لتر، فاو اكس 40 375 لتر، وبالنسبه للسيتروين اير كروس 410 لتر. توفر قطع الغيار غير متوفره خارج التوكيل في الام جي زد اس والبي واي دي اس 5 والجاك اس 4 والفاو اكس 40 ولكن متوفره في باقي العربيات. بالنسبه لاسعار قطع الغيار داخل التوكيل متوسطة في الام جي زد اس والبي واي دي اس 5 وفي الجاك اس 4 ومناسبة او معقولة في الشيري تيجو 7. اما بالنسبة للفاو اكس 40 والستروين اير كروس والفورد ايكو سبورت قطع غيرهم غالية جدا داخل التوكيل. سعر العربية زي ما اتفقنا داخل معانا في المقارنة، ام جي زد اس 288,000، البي واي دي 285,000، الجاك اس 4 279,000، شيري تيجو 7 297,000 واخده صفر لانها اعلى سعر، فاو اكس 40 285,000، السيتروين اير كروس 280,000 والفورد ايكو سبورت 290,000 جنيه. الدرجه النهائيه اللي حصلت عليها العربيات بدون خصم ال 30% من الصيني يعني الدرجه الحقيقيه 2058 للعربيه الام جي زد اس، 2993 للبي واي دي اس 5،
3271 للجاك اس 4، 3326 للشيري تيجو 7، 1545 للفاو اكس 40، وستروين اير كروس سي 3 2551، والفورد ايكوسبورت 2192. نرتب تاني القائمة للناس اللي مش بتحب الصيني وبيخافوا منه. هنخصم 30% من درجة العربيات الصيني اللي هي عبارة عن خامات سيئة وعمر قصير إلى آخره، وهتبقى الدرجة بالنسبة للعربية الام جي زد اس 1441، بي واي دي اس 5 2095، جاك اس 4 2290، شيري تيجو 7 2328، الفاو اكس 40 1082، اما سيتروين وفورد ايكوسبورت زي ما هم 2551 و2192. وهيبقى الترتيب كالاتي: المركز الاول سيتروين سي 3 اير كروس، المركز الثاني شيري تيجو 7 برضو، المركز الثالث جاك اس 4 برضو، المركز الرابع فورد ايكوسبورت، الخامس البي واي دي اس 5، المركز السادس ام جي زد اس، والمركز السابع والاخير هي الفاو اكس 40 برضو. يعني من الاخر افضل عربيات في الفئه السعريه دي، ونلخبطهم على بعض الاثنين: سيتروين سي 3 اير كروس، شيري تيجو 7، وافشل عربيات هي الفورد ايكوسبورت، ام جي زد اس، فاو اكس 40، والعربيات المتوسطة جاك اس 4 والبي واي دي اس 5. في نهاية الفيديو اشكركم لحسن المتابعة، واتمنى يكون الفيديو مفيد. انتظروا باقي اجزاء الفئات السعرية الاعلى للاس يو في، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.